السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، صباح الخير عليكم وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم بين الكلمات. برنامج بين الكلمات خصصناه أن يكون منبر لكل المواهب، جميع المواهب. ما خصصناهوش للشعر ولا غناء ولا رسم، لا احنا خصصناه لجميع المواهب. عشان كده معانا في كل حلقة مواهب أكتر من تانية، مواهب بتبدأ أكتر من اللي قبليها، مواهب كلهم في مستوى أعلى من بعض، مواهب بيتنافسوا انهم يطلعوا ويوصلوا لحلمهم. هل كده حاجة توقفهم؟ لا، كل انسان عنده موهبة وعنده حلم، برنامج بين الكلمات هيوصلك حلمك ان شاء الله. عشان كده النهاردة معانا 3 مواهب، 2 في الشعر وواحد رسام مبدع في اول فقراتنا. هنتعرف بيهم ونبدأ بالرسام فوزي اشرف. ازيك يا فوزي؟ دايما رب. ومعانا الشاعر كريم البحيري وخالد عبد الستار. ازيك خالد؟ الحمد لله. عاملين يا شباب؟ الحمد لله بخير. في البداية نبدأ مع الرسم. فوزي، انت بدأت في فكرة الرسم منين او موهبة الرسم جات لك منين؟ يعني من وانا صغير كنت برسم، عندي قصص وكده، قلم رصاص الاول ابتديت، وجيت في 2015 بقى ابتديت يعني احاول اطور من نفسي شوية وابتديت بقى ارسم رصاص. دخلت في موضوع الفحم، نزلت المكاتب، جبت الخامات، وابتديت اللي انا يعني تدريجيا كده اعلم نفسي بنفسي، والحمد لله يعني تواصلت. تمام، تواصلت مع يعني المجهود احسن، يعني الحمد لله وصلت المجهود احسن. بالظبط. طب هل اخذت ورش او كورسات؟ طبعا خالص الحمد لله، وانا يعني بالتشجيع وكده ابتديت اللي انا يعني اكون نفسي، والحمد لله يعني وصلت لمستوى حلو. ايه انواع الرسم اللي بترسمه بقى؟ برسم رسم جرافيتي ورسم بورتريهات فحم كمان. يعني ما بحاول ان انا ما فيش حاجه اقف فيها، يعني بحاول كل يوم ابتدي في جديد واشوف الجديد واعمله. جميل. عمال ما الاعداد يكون مجهز الصور هنرجع لك تاني. كريم، اخبارك؟ الحمد لله بخير. كريم، عرفنا عن نفسك اكتر. كريم البحيري من بني سويف، مركز الفشل. تمام، خريج كليه حوالي 2019، حاليا شغال محامي. تمام، تحت تدريب. جميل جدا. جات لك، اكتشفت موهبه الشعر والكتابه عندك امتى؟ في سنه حوالي 14 سنه كده. اكتشفتها ازاي؟ لقيت نفسي حابب اكتب في المجال ده، وفي برضه بعض الشعراء الصرفيه. تمام، زي الشاعر شمجخ وتميم البرغوثي. تمام، وعمر حسن. جميل جدا. خالد، اخبارك؟ تمام الحمد لله. خالد، انت اكتشفت موهبه انك بتكتب وبتلقي شعر امتى؟ هو انا كانت بداياتي كنت في تاني اعدادي، كنت بسمع لهشام الجخ، ده الملهم بتاعي. فطبعا كنت بلقي، وبعدين عملت قصتين كده ضاعوا مني، لان انا كانت عندي موهبه. البدايه اول موهبه عندي كانت كنت بلعب كوره، فكنت في ثانويه عامه لعبت كوره، وصلت لحد نادي الزمالك. حصلت عندي ظروف دروب في حياتي، سبت الدراسه، بس رجعت يعني الحمد لله كملت، وسبت النادي وسبت الكوره خالص. فحياتي ابتدت تستقر مثلا من حوالي سنتين ونص، رجعت ابتديت اكتب تاني، وان شاء الله مستعد ان انا اعمل اول ديوان ليا في ان شاء الله، ممكن معرض الكتاب الجاي. ودي نقطه جميله جدا انك ما استسلمتش، انت في فتره في حياتك وقفت فيها بس لا عدتها. بالظبط، الديوان بتاعي بقى اسمه مريض نفسي ان شاء الله. ان شاء الله ده في معرض الكتاب الجاي ان شاء الله باذن الله على خير. كريم، هنرجع لك تاني. هتسمع قصتي. تحسف في حاجات فاتت. اتفضل. احيانا تقعد مع نفسك تحسب في حاجات فاتت، تشوف مين فضل معاك ومين سابك، ولو في ناس فضلت معاك وباتت، تبص في عيون ناس بتحبهم فجأة تشوف وشك بقى باهت، ما تملكش غير انك ترجع بقاموس احزانك تفكر في حاجات ماتت، لحظات مر عليها وقت وانت سرحان وساكت، تتخيل نسمة هوا مع طريق كنا بنمشيه سوا، دلوقتي ما تعرفش فين بيتها وفين باتت، ومشينا في سكة ما كناش عايزينها ولا عارفين أخرتها، مين بقى ناوي على البعاد والناس كترت حجتها، مشيت في طريق مرسوم فيه كل ذكرياتنا، لحظة بعدك مفيش بعدك ووقفت ساعتنا، ومشيت لقيت رجلي واخداني لمطعمنا المفضل، واحد بيرحب بيا ويقول اتفضل، وطلبت أكلتنا اللي كنا بنطلبها، مع إني كنت بقولها رغم اني مش حبيبها، وطلبت لك نفس الاكله معايا رغم انك ما بقيتيش ويايا، ما تعودتش ان امشي في طريق من غيرك، روح الله يسامحك كتر خيرك، دموعي بتنزل ويصعب علي ايام مرت، بتعاتب
بتعاتب وتقول خبت كل حاجة لا كشفت ولا صرت، وقتها عيني ما قدرتش أملكها ولا حتى ألمها، من بعد ما قالوا نفسنا معاك من غيرك هيصونها، ومشيت في الشارع وحروف اسمك بتقابلني، وطفلة بريئة مش عارف بتتأسف ولا بتعاتبني، بقينا بنمشي في الشارع وبندمع من اللي بنشوفه، كم واحد ماشي مكسور ويداري كسوفه، من خايف من بكرة ومين كتر خوفه، مع إن الخوف ما بقاش من بكرة وظروفه، بقينا نخاف من ساعتنا ويومنا، وتغيرت ملامحنا من بعد ما تهنا، اتنين أس تلاتة مع واحد تربيع، من باعك ما تدورش ليه على بديل، اركن الواحد بعيد عن الصفر الترحيل، وانسى وتعود ما تبقاش سجيل، البعد عمره ما بيموت لكن ممكن تكون عليه. أحسنت. أبتدي بقصيدة مريض نفسي اللي هي عنوان الدرس. تفضل. البداية من هنا، مريض نفسي زيه وزيك زي كلنا، فرق مدى استجابته للمرض، مدى استجابته لسخافة البشر والظلم اللي انتشر. بتكلم بلسان عالم فيه الإنسان فائد، إنسانه فائد لمبادئه وكيانه. بنشوف المرضى النفسيين في أفلام إسماعيل ياسين القديمة كمضحكين، لكن لكل واحد جراح وذكرى أليمة، لو مست حديد هيلين. لو كنتم مش شايفين ومش حاسين، اسألوا العمر اللي فات، اسألوا الموت ليه أخدت الأحباب، اسألوا الطريق والذكريات، كم حلم ضاع كم قطر فات، كم شخص مات على قيد الحياة. لكل واحد دنيته وخيناه، واللي صاحب ألامه في الضلمة تاه. أنا آسف لكل اللي صاب روحك على ماضي تسبب في جروحك، أو شخص استهزأ بطموحك خلاك ما بين الحيطان تعيش أسير. المرض النفسي كتفسير شامل كتير من تفاصيل المعاناة، نابع جذوره من قساوة الحياة. المرض النفسي كعلاج أصعب من السرطان، أشد خطورة من الإدمان. إنك تعالج روح رفضة تبوح باللي فيها أصعب من معالجة روح عارفة مرضها وبتداويها. مثلا يعني مادة 13 رجال، حالة صعبة، رافض يسمعني من وراء قضبان، نظرات مخيفة، حركات أغرب، واقف مستغرب خايف أقرب. وبعد اللقطة الأولى ابتدى الضعف والانكسار يظهر، قلبي اتخطف من قساوة المظهر، دموع تغرى عينيه. هي ما حبتنيش، هم راحوا سابوني، ليه سابوني أعيش من غير ما يقتلوني؟ ده الموت أهون بكتير من كونهم يمشوا وينسوني، ملهاش لازمة الحياة، أرجوكم موتوني. ماشيين في دايرة تلف بينا، الأرض كسر وإزاز تحتينا، ماشيين على طراطيف رجلينا ومش عارفين أواخرها، واخدين حذرنا وماشيين خايفينها، مش عارفين قدرنا. ويعالم بكرة الصبح هنفارق أو هنتفاجئ بحبايبنا اللي سايبنا. ملعون كل اللي عاش بدون إحساس، أو فاكر نفسه أكبر عاقل بين الناس واختار يكون فرعون، ملعون للي بص بضحكة واستهزاء وقال مجنون. أحسنت يا خالد. خالد دي قصيدة من الديوان بتاعك. عنوان الديوان ده العنوان بتاعها أول قصيدة في الديوان. أنا حابب القصيدة دي لأن أنا كنت كان ليا زيارة في مستشفى الأمراض النفسية، بس الحالة اللي أنا قلتها دي من وحي خالي عشان عشان أسرار المرض. بس هي فكرتها الناس اللي هي بتستهزأ على المريض النفسي والكلام ده كله، حبيت بس ان انا اقدم الفكره للناس تغير بس من عقليتهم شويه. لا دي رساله جميله جدا. نرجع تاني للمبدا بتاعنا. فوزي، الرسم في بنقسم اقسام انواع، ايه النوع المفضل ليك في الرسم؟ بحب الرسم الجرافيتي عشان بحب اطلع فيه ملامح، والفحم برضه بيبقى فيه ملامح حلوه برضه، وبحب ان انا ابدع فيه، بس هو اكتر حاجه بحب ارسم على الحيطان وبحب اخد مساحه. يعني هنعرض بعض الصور ونتكلم عنها. اتكلمنا عن الصوره دي. دي في البدايه، يعني دي اول ما ابتديت الحمد لله، يعني دي من اول الحمد لله كنت مستوى احسن شويه وابتديت. يعني دي برضه ميسي. ميسي دي. رسم الحيطان المفضل ليك؟ بحب اخد مساحات، بحب اطلع يعني رسمه بالظبط عشان تفاصيل. طب في لوجو كده شدني شويه، اللوجو اللي انت حاطه على الصور، الباش نفسيا، اتكلمنا عنه، ايه سبب اختياره؟ هو انا كنت عايز اطلع مهندس، فباش مهندس، ف يعني باش رسام بقى ما جاتش. فانت جت باش رسام. جميله جدا. الرسم الفحم اللي نعرضه ده رسم ده جرافيتي بالظبط، ده محل كان لسه عملوا كل دوت جميل.
نرد رسم الفحم. تمام خلاص هما ما يرجعوا. مين ساعدك وشجعك انك تكمل في الرسم؟ طبعا اهلي، والدي ووالدتي، هم اخويا، وطبعا زوجتي كان عليها عامل كبير طبعا، وغير صحابي بقى يعني الحمد لله كان في تشجيع كبير قوي، ويعني هو دوت اللي قدمني وحبيت ان انا اعرض لهم كل جديد ويبقى فيه دايما جديد، حماس حلو يعني. رسم الفحم اتعرض من شويه هنشوفه مع بعضنا، كلمنا عنه. ده في 2015 ده قبل ما ادخل الجيش، كنت يعني في البدايه يعني دوت كده كنت بمشي ايدي بالرصاص الاول. وفي رسمه ثانيه في فحم دي اللي دي هي دي جميله، دي تعبتني جدا، وفي نفس الوقت كنت خايف ان ما اطلعش كده، بس الحمد لله يعني عجبت ناس كتير جدا، ويعني كان في اقبال عليها حلو يعني. لا جميل جدا. يعني مين اللي ساعدك؟ انت اتكلمت عنه. الانتقادات بقى اكيد وجهت انتقادات بسبب رسمه مثلا او بدايتك، كلمنا عن الانتقادات. يعني انا اول ما رسمت كان في رسم يعني كمان اضعف من كده، بس الحمد لله ما كانش فيه انتقادات خالص، وفي نفس الوقت لا لقيت تشجيع، وهو اللي وصلني للمرحله دي، وان شاء الله يعني لسه هتكمل. لسه هكمل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. نرجع لك تاني فاضي. كريم ناوي تقول لنا قصيدة ايه تانية؟ اديني زهر. اتفضل. كنت فاكر ان الدنيا زاهية، كل حاجة تروح وتيجي في ألف داهية، واللي غابوا في قلبه يسابوا جراح كتير، ولما يكون الشر رد الخير كنت فين لما بنظرة أغفر وسامح، لما انسى غدرها وكلامها الجارح، وكنت فاكر ان الضحكه صافيه تنور شمعه طافيه ترسم ضحكه في وشوش ملايين، واللي زاد البلة طين ان الضحكه باين انها مرسومه حتى في نظراتها المسمومه، واني بضحك غصب عني لما الكل تخلى عني، لما اسند على نفسي الاقيها تخني فيبان ضعفي انا المسكين، والدموع مشوار طويل ناكره كل شيء من هنا لهنا تاخدني وما حجتش الجميل، واللي حبيتها قلت فيها كلام ما يتوصفش، لما استجوى بيها واحلم وعيش ليها والعشرة ما تمرضش، لما الكل تخلى عني هي برضو ما وقفتش، قلبي صحيح قوي إنما جسمي ما يستحملش، أشيل جوايا بالكوم وصعب ما بينش، هو أنا طبيعي لما أحنلك، لما يبان شوقي وارفض أبينلك، لما أكون بمعزل ومش شايف غير صورتك يبقى هي دي أعراض انسحابك، لما قلبك سابني مع ان قلبي عمره ما سابك، لما ترجيتك ورحت لصحابك وقلت لكل اللي يعرفوكي ان غير كل اللي شافوكي وكانوا طمعانين، وانا ما سواش حاجه في غيابك مملكش غيرك وقلبي الحزين، لما وقفت بالليالي قصاد بابك، ولما جوم يسالوكي رفضتي تجاوبيهم، خفتي عليا منهم ولا من نظرات عينيهم، لما استعطفوني واستلطفوني لما وقفت قصادك بطولي ما صدقتنيش، يمكن دلوقتي أصعب عليكي لما كدبت كل العيون وصدقت عينيكي، ولما خان جسمي وكان ليكي شريك، لما باع معروفي وقال إني برضو مش ليك، يمكن أصعب لما تشوفيني على الكرسي ورجلي رافضة تحملني، يمكن أصعب لما تشوفيني على الكرسي ورجلي رافضة تحملني، مع إني عملتها كتير بالخير رغم كده رافضة تعاملني، كل الناس جملوني وحبوني لكن برغم كل ده محدش سد وجودك. أحسنت يا كريم. كريم قصائدك هل ليها معنى؟ هل بيكون ليها قصص عشان تكتبها؟ أكيد بقى في برضه واقع أنت عاصرته أو عشته تمام؟ وبرضه في حاجة بتبقى مستوحى، تبقى ممكن يكون شفت حاجة حصلت قدامك، قصة سمعتها من صاحبك مر بيها، تجربة كده. طب إيه الانتقادات أو نوع الانتقادات اللي أنت واجهتها؟ أكيد في البداية كان في انتقادات لأن أنا طبعًا من قرية أرياف، فبالنسبة لي الشعر ده ممكن يكون شيء مش مستلطفينه او حاجه فاضيه، ان انت ممكن حاليا في ناس كتير يعني انت لا ركز في تعليمك، ركز في مجالك، المشروع ده نهايته ايه، هتستفاد منه ايه تمام، بس اكيد طبعا ما استسلمتش ومشيت ورا حلمي لان انا كنت حاسس من البدايه ان انا جوايا شاعر بتحب الموضوع والشعر وتكتب والكلام ده كله. طول ما انا قاعد مع نفسي كده احب الكتابه. جميل. خالد
هتسمعنا قصيدة الأول. قصيدة اسمها جزء منك، بس هي أنا اكتصرتها يعني لأن هي طويلة جدا، فعشان بس وقت. اتفضل. تعبت من الغياب. امسك الماي بقى وقول فيه. وأنا موجود رافض الانسحاب ورافض الوجود. القيود مش بس من حديد، ممكن تكون من شخص كان ساكن في الوريد. الفراق صعب والجروح ملهاش دواء، وبكرة والأحلام طارت معاكي زي ورقة في الهواء. الحجر اللي لان مسح بكايا، لحن عمر خيرت غناية، سومة غنت معايا. الحكاية الحكاية في كدبة بيضة على نفسي كدبتها، والمضحك حقيقي إن برغم المية دليل على الفراق كدبت كدبي وصدقتها. كدبت قلبي اللي سألني قال لي إني جزء منك وإنتي جزء مني. هنعيش وتمر السنين، هننسى الخصام والتفاصيل، وهتفضل القلوب فاكرة الورود والعناوين. هيفضل نفس المكان منبع مزيكا حزين، ولو على المكان عديت هحاول أنسى، هحاول أنسى الخطاوي. ولو حد مرة سألني هقول كنت غير كل البنات، شبهي جدا في الحاجات، كنت شمسي في ليل نهاري، حلمي بكرة تكوني داري، وبقيتي أكبر من ذكريات. وأنا عشت حياتي وحيد بدونك، قسيت على الدنيا وقلبي مات. وفضلت وردة أصيلة حية دبلت في دنيا المسرحية، من غير ما تعمل صوت تشكي اللي بيها ليها خجلها نابع سكوت. حياتي يمكن تفوت، وبكل صبر هستنى وهفضل أحلم وأتمنى حياتنا وانت في الجنة في دنيا بعد الموت. ولو حد سألك قولي إني كنت شبيه عصفور مكسور بيحاول يطير، متأيد بمليون صور وفي قلبه شرخ كبير. المرة في بالك جيت ياريت يكون بالخير، ولو الشارع سألك عني ما تنكريش اللي بينا، افتكري ضحكة في أحزاننا خفناها ما تدومش، فازاي ما نحلمش بقصة عشناها. خلي الطريق غنى غنوة معناها، ازاي هتنساها ودي واحدة من الجنة. كمل معاها وازاي هكمل بس وفي شيء ما بينا تمس، لا قدرت اشيل جوايا جرح مكمل معايا او اي شيء اتحس. ولا يوم يعد عليا من غير ما حنلك، ومن يوم بعادك عني تايه ضلي كأنه ضلك، كأنك جزء مني وكأني جزء منك. خالد أبدعت. خالد، هل قصايدك يعني أنت قبل ما تكتب مثلا قصيدة أو نوع كتاب كتابة معينة، هل بيكون في حدث حصل معاك أو شيء بتستلهم منه الموضوع؟ هو بداية الموضوع إن أنا كان عندي ابن خالتي، كان حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي، وربنا يرحمه يعني توفى. آمين ربنا يرحمه. بس فابتديت بقى من هنا عملت له قصيدة، وبعد كده بقى ابتديت اعمل حاجات اتاثرت بيها طبعا، احداث حصلت معايا زي طفل فلاش، كذا قصيده ليا بتحكي عني. بعد كده بقى اما حسيت ان انا خلاص اتمكنت ابتديت بقى اتقمص اطور من نفسي، لاني حبيت موضوع الكتابه ولقيت نفسي فيه، فابتديت ان انا اطور. ناس كتيره جدا ساعدتني يعني، حابب اوجه لهم الشكر كله. ان شاء الله. شكرا ليك يا خالد. فوزي، فوزي انت بتقول انا دخلت الجيش، هل فترة الجيش بقى نتكلم عنها، فترة الجيش كان في برضو رسم بترسم كده ولا؟ برسم بس حاجات بسيطة طبعا مش في الجيش يعني. كراسة وكتب قلم جاف، وببتدي يعني ان انا ارسم حاجات بسيطة وكده. بس هو الاكتر لما يعني تقريبا من سنة ابتديت بقى ان انا يعني ارجع تاني للرسم، بسبب حد من زمايلي كان فتح يعني على البلاي ستيشن، وعرف ان انا برسم بورتريهات فحم وكده، وهو اللي اعطاني جراءة ان انا ارسم على حاجة. دي اول مرة شغل يجي لك في الرسم؟ وفعلا رسمت رسمه وحبيت الموضوع وابتديت اللي انا اجتهد فيه لغايه لما وصلت للمجهود اللي انا فيه دوت، ويعني ببتدي الحمد لله احسن من نفسي، وفي تشجيع كتير قوي مني، وفي نفس الوقت خالتي يعني برضه بترسم. فانت واخد الموهبه منها؟ خالتي واخويا برضه بيرسموا، يعني العائله موهوبه ما شاء الله. في نقطه اللي هي الرسم، هل انت فاكر اول شغلانه ليك انت اتكلمت عنها؟ هل فاكر بقى بعدها جه الشغل ازاي ليك؟ طبعا يعني الشغل بيجيب شغل يعني، لما برضه بيبقى الشغل الحمد لله كويس فبيجيب اللي بعده، وفي نفس الوقت برضه اصحابي في تشجيع كتير وفي معارف الحمد لله، ف يعني ما بعملش حسابها، بس بلاقي الحمد لله يعني في شغل بيجي، وفي نفس الوقت هو شغلي اللي بيتكلم عن نفسه يعني، مش انا اللي بتكلم عليه. جميل جدا جميل جدا. كريم، وجهك شكر الوقفوا جنبك وصندوق من اهلك اصحابك، وجه لهم كلمه شكر كده على اكيد طبعا. وجه الشكر لاهلي، لوالدي ووالدتي ولاصحابي
تمام، كل واحد طبعا فيهم عارف نفسه، ولا اخويا صور لازم منه محمد تمام، واي حد يعني ساعدني في ان انا اوصل تمام اللي انا فيه دلوقتي الحمد لله، دي حتى بيني وبين نفسي تمام، اي واحد ساعدني حتى بكلمه شكر بكلمه تشجيع. كلمه شكر للناس اللي وقفوا جنبك وصندوق ووقفوا معاك. طبعا هم كتير جدا، انا مش هقدر اذكر حد لانهم كلهم اللي ساعدني بطريقه مباشره وغير مباشره، بس انا حابب اشكر مبدئيا اهلي واصحابي اللي انا محظوظ بيهم جدا، انا بقول لكم انا محظوظ بكم جدا، وكل اللي من ساعدني واللي وقف جنبي ودعمني الفتره اللي فاتت، واخيرا يعني حابب اشكر شكر خاص لوالدتي تعبت معايا جدا وربنا يخليها لي. ربنا يخليها لك فوزي. كلمة شكر للناس اللي وقفوا جنبك صندوق، انك تكمل وترسم طبعا، يعني زرت على عامل كبير قوي اللي هي بتستحمل طول ما انا بره في الشغل بره وقت طويل، وفي نفس الوقت اهلي على طول في ظهري ما بيسيبونيش، وصحابي يعني الحمد لله ربنا كرمهم صحابي رجاله قوي ربنا خلوهم لك فخليك، فالحمد لله يعني انا بشكر كل حد وقف جنبي، وبجد يعني تقريبا مش هوصل للي انا فيه دوت غير بيها الحمد لله وربنا طبعا بيها. اكيد طبعا. كلمه شكر، كلمه تشجيع للشباب في السريع. ما حدش يعني يهاب حاجه، يعني اللي في حاجه نفسه فيها لازم يعملها، ما يخافش من مثلا حاجه تبوظ، يعني انا كنت بخاف من الحيطه مثلا ابوظ حيطه ابوظ شوت، لا لازم ادخل يكون عندك جراءه بالظبط عشان تكمل بالظبط، وهو دوت اللي هينجحني. اكيد طبعا. اتفضل كلمه كلمه للشباب. كلمه للشباب، اكيد طبعا انا مقتنع تماما 100% ان كل واحد جواه انسان ناجح، مفيش حد فاشل، بس انت دور على البذره اللي جواك، شوف المجال اللي انت حبه وابدع فيه، هتلاقي ناس ممكن تعطلك وناس توقف في سكتك ولا انت ما في المجال ده او انت مش مبدع، بس انت محدش بيوصل مره واحده في البدايه. اكيد طبعا، واحده واحده تمام على نفسك كده هتفهم الدنيا، ويعني تتدرب على نفسك، ادرس المجال اللي انت فيه وشوف كل واحد وتاثر بيه، واكتر كل ما تتاثر بيه هتبدع اكتر. جميل. اتفضل خالد. انا حابب اقول ان كان لبكره طريق، املى الطريق خطويك، عافر في كل لحظة حلمك هيكمل بيك، ده آخر القصيدة بتاعتي طفل في العشرين. جميلة جدا، بشكركم جدا، كنتم منوريني في الفقرة الأولى، ده كان ختام فقرتنا الأولى، هناخد فاصل سريع ونرجع لكم مع فقرتنا الثانية.